أما بعد إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا وإياكم صالح الأعمال وجعلنا وإياكم من عباده الصادقين المخلصين، إنه سميع قريب. يتجدد لقاؤنا بفضل الله تعالى في هذه السلسلة المباركة، نداءات الرحمن إلى أهل الإيمان، في عددها السابع على التوالي. فقد تحدثنا في لقائنا الأخير عن النداء السادس الذي جاء في سورة البقرة في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وأخذنا ضرورة فهم الإسلام فهما شموليا، بحيث أن هذا الإسلام ينبغي أن يترسخ في أذهاننا وقلوبنا وعقولنا أنه استوعب جميع نواحي الحياة، وأنه لا ينحصر فقط في مجال الاعتقاد أو مجال العبادات فحسب وذلك هو مفهوم العبودية التي خلق الله عز وجل من أجلها الخلق. فالعبودية ينبغي أيضا أن نفهمها بمفهومها الشامل، وكذلك التوحيد. حتى التوحيد الذين يتحدثون فيه أيضا إنما حصروه في جانب العبادات فقط، وهذا أيضا من القصور. فتوحيد الله تبارك وتعالى بمفهوم شامل ينبغي أن يستوعب أيضا كل نواحي الحياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولاحظ أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنهم حققوا توحيد الله تعالى فيما يتعلق بألوهية الله وعبوديته، لكن مفهومهم لهذا التوحيد كان أشمل مما يظنه البعض اليوم. لما وقف ربعي بن عامر أمام رستم قائد الفرس وسأله: من أنتم وما الذي جاء بكم؟ قال: نحن قوم ابتعثنا الله تعالى لنخرج العباد من عبادة العباد، ولم يقل من عبادة الأوثان أو من عبادة الأصنام. لماذا؟ لأنه قد ترسخ في ذهنه وذهن أصحابه من ما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن التوحيد أشمل من ذلك، وأن الشرك أيضا لا تنحصر صورته أيضا في السجود أو الركوع أو الذبح أو النذر أو ما أشبه ذلك لصنم أو وثن صامت لا يتحرك، بل الشرك له صور كثيرة، منه حتى الشرك في الحكم كما قال عز وجل: ولا يشرك في حكمه أحدا. إذن يقول جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. نأخذ النداء السابع في سورة البقرة، وهو قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. أسأل الله أن يبارك لنا في الوقت وأن يعيننا وإياكم على قول الحق والعمل به، إنه جواد كريم. نعيد ما أصلنا له في ما يتعلق بعلوم التفسير. دائما ننظر إلى المناسبة، ننظر إلى سبب نزول الآية إن كان لها سبب خاص، وإن لم يكن لها سبب خاص فانتفاء السببية الخاصة لا ينفي السببية العامة. هذه من قواعد التفسير. بمعنى إذا انتفى السبب الخاص الذي من أجله نزلت السورة أو الآية أو بعض السورة، لا يعني ذلك أنه لا مناسبة لنزول هذا الموضوع بالذات. آية مدنية من سورة مدنية، آية مدنية من سورة مدنية. القاعدة الثانية هي الوقوف على تاريخ التشريع وتاريخ نزول الوحي، وهذا لا يتنبه له كثير من المنتسبين للعلم اليوم، الذين يخبطون خبط عشواء
وصاروا يضربون ضرب عمياء. ابن مسعود رضي الله عنه حينما قال: والله ما من آية في كتاب الله تعالى نزلت إلا وأنا أعلم متى نزلت وفي من نزلت إلى آخر ما قال. فقوله متى نزلت يريد أن يعلمنا أن الوقوف على تاريخ نزول الآية مهم جدا للفهم، مهم جدا. فهذه الآية من سورة المدنية في مرحلة مدنية، من آية المدنية في سورة المدنية في مرحلة مدنية بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، تضمنت هذا النداء من الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم إلى آخره. هذه لا تحتها فقه عجيب، فقه يتعلق بالدنيا وفقه يتعلق بالآخرة. فقه يتعلق بإيش؟ بالدنيا، وفقه يتعلق بالآخرة. فهي تتضمن نوعين من الفقه: فقه دنيوي وفقه أخروي، على وجازتها وقلة كلماتها لكنها غزيرة في المعاني. اقرأ ما قبلها وانظر إلى ما بعدها لنرجع إلى مسألة المناسبة. فعندنا الآن مناسبة في الوضع، أي في وضع الآية من حيث هي، وهذا ما يسمى بالهيكلة في السورة، وكذلك المناسبة من حيث الزمن. المناسبة من حيث الزمن واضحة: المجتمع مدني كدولة، وهو مجتمع مختلط، مختلط بين مهاجرين وأنصار، بل بين مسلمين وغير مسلمين كذا، والمال في أيدي الناس على تفاوت، لأن سنة الله لابد أن تمضي، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فمنهم الغني ومنهم الفقير، منهم الواجب ومنهم المعدوم قطعا. لا شك أن الأنصار كانوا أكثر مالا من المهاجرين، باعتبار أن المهاجرين لما جاءوا إلى المدينة اشتركوا خلف ظهورهم في مكة، اشتركوا اللي ترك داره وعياله وماله وتجارته وغير ذلك، فمصالحهم الدنيوية تركوها خلف ظهورهم، وما خرجوا إلا ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. فكانت هجرتهم إلى الله ورسوله، كانت هجرتهم إلى الله ورسوله أثنى الله عليهم بها في مجموع من الآيات من القرآن: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فكثيرا ما ذكرهم الله عز وجل بماذا؟ بهذه الهجرة التي شهد الله تعالى بخلوصها له جل جلاله. طبعا الذي يصل إلى بلد، ليس له فيه متاع الحياة الدنيا، قد يكون هذا الإنسان الذي وصل إلى هذا المكان لا يملك إلا رحله، رحل المسافر، يعني أدباشه وعفشه كما يقولون. قد يكون له شيء من النفقة القليلة، يعني لا يمكن أن يحمل جميع ما عنده من بضائع وتجارات وأموال، صحيح ولا؟ لأن الظروف التي كانت في ذلك الزمان ليست الظروف هي التي نحن عليها اليوم. اليوم يستطيع الإنسان أن يتنقل من بلد إلى بلد يحمل كل شيء معه، صحيح ولا؟ يحمل كل شيء معه، أثاثه وأدباشه وكتبه وأمواله. في ذلك الزمان لم يكن الأمر متيسرا، وبالتالي الذي كان غنيا بمكة ما بقي غنيا في المدينة، صار إيش؟ صار فقيرا، والذي كان واجدا صار معدوما. فكان يغلب على حال المهاجرين القلة، قلة ذات اليد. ولهذا لما آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين من ومن؟ بين عبد الرحمن بن عوف ومن؟ وسعد بن الربيع. سعد بن الربيع قال له: إني أكثر الأنصار مالا، وقد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبينك، مالي يتنصف بيني وبينك، ها؟ مالي نصفان بيني وبينك. قال: بارك الله لك في مالك، دلني على السوق. فذهب ابن عوف فباع واشترى حتى بارك الله عز وجل له في ماله. إذن كان لابد من إحداث وإنزال منهج رباني سماوي يتحقق به التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، كان لابد من ذلك.
كان لابد أن ينزل الله تبارك وتعالى من الوحي على نبيه صلى الله عليه وسلم ما يستحث به عزائم الناس ليبادروا إلى تحقيق هذا التكافل الاجتماعي، التكافل الاجتماعي بالمفهوم الإسلامي والإيماني، بل بالمفهوم الإنساني أيضا، من أجل أن يتحقق التوازن، ولأبعاد كثيرة أيضا. كأنه بهذا التشريع يأمر الناس بأن يبرهنوا على إيمانهم بهذا التكافل. ولهذا انظر: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناه، فقرن بين هذا الوصف، وصف ندائهم بالإيمان وش ماذا؟ والإنفاق. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم. كأنه يقول: أنتم مجتمع مؤمن، وحال المجتمع المؤمن أنه مجتمع يكفر بعضه بعضا، ويعبد بعضه بعضا، ويسعف بعضه بعضا، ويعين بعضه بعضا، فليس مجتمعا غلبت عليه الأنانية والأثرة، لا، بل هو مجتمع يتكافل ويتداعى ويتعاطف، لأنه كالجسد الواحد. مثل المؤمنين في تعاطفهم وتراحمهم وتوادهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهذه شكوى، شكوى اقتصادية وقلة ذات يد كانت أصابت المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن كان لا بد من أن تنزل هذه الآية المباركة حتى يهب أولئك الذين وسع الله عز وجل عليهم في الأرزاق لينفقوا على إخوانهم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. فهو ينادي المؤمنين بهذا الوصف ويأمرهم بأن ينفقوا، نداء منه وأمر ووعد: أنفقوا مما رزقناكم. وانظروا إلى قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. لم يقل أنفقوا من أموالكم، بل أمر مع التذكير بأن هذه الأرزاق إنما هي منه تبارك وتعالى بصيغة الجمع التي تفيد التعظيم. كأنه يقول: أعطي أو أعطوا مما أعطيناكم. فهذا الذي في أيديكم ليس ملكا لكم في الأصل، ومن أين لكم به لولا عطائي ولولا رزقي تبارك وتعالى. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فقف مع قوله: أنفقوا مما رزقناكم. كان تقول لشخص أو تقول لابنك، أنت تقول لابنك ولله المثل الأعلى: أعطي أخاك مما أعطيتك. فلما تقول له مما أعطيتك، هنا تنزع عنه هذا الشعور وهذه الأثر وهذه الأنانية وهذا التسلط، وإنما تذكره بأن ما في يده إنما أوتيه من قبل الله تبارك وتعالى، أنت الذي أعطيته. إذن هو يتصرف فيه بالوكالة: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. هل أدرك الأثرياء العرب اليوم أنهم مستخلفون في هذه الأموال التي ملكهم الله إياها؟ يضحك عبد السعيد. هل أدرك العرب اليوم أن الأموال التي يخوضون فيها إنما استخلفهم الله فيها، ملكهم الله إياها إنما استخلفهم الله فيها وأمرهم فقال: وأنفقوا مما جعلكم إيش؟ مستخلفين فيه. الله هو الذي استخلفهم، أعطاهم ابتلاء وامتحانا واختبارا، لا تكريما مطلقا، فهو ليس تشريفا بقدر ما هو أمانة وتكليف. فهم مؤتمنون على هذه الأموال لأنها ليست ملكا مطلقا، لا، إنما يتصرفون فيها بقيد،
فالمال مال الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقنا، فهذا الأمر سوف تنفذونه من عطائنا ومن رزقنا ومن مالنا ومن خيرنا، ليس لكم مزية فيه ولا استقلالية فيه. حينما يطغى الثري بماله يقول كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. ما معنى إنما أوتيته على علم عندي؟ قال كذي لها معنيان. المعنى الأول: اكتسبت هذا المال بخبرتي، بالتكتيك الاقتصادي، أستثمر وعندي أسهم في البورصة وعندي أسهم في أكبر شركات العالم، وأتعب وأسافر وأذهب وأجيء وهكذا. إنما أوتيته على علمي، على دراية وتدبير. المعنى الثاني: إنما أوتيته على علم عندي، أوتيته لأن الله يحبني، لولا محبة الله لي ما أعطاني هذا. وعلى كل حال المعنيان موجودان في سلوكيات وتصرفات كثير من أثريائنا اليوم. فكثير من أولئك الذين طغوا بالمال، طغوا حتى جاوزوا مرحلة الغنى، الغنى بالألف المقصورة مش الغنى، هذا موضوع ثاني، جاوزوا مرحلة الغنى إلى مرحلة الترف. مرحلة شنو؟ الترف. وبينهما فرق، فالله لا يعتب على عبده أن كان غنيا لأن الله هو الذي أغناه، لكنه يعتب عليه أنه مترف. والترف هو البطر بالنعمة والطغيان بالمال ونسيان الآخرة وإيثار الدنيا وهضم الحق والتجبر في الأرض والتسلط على الخلق وهكذا. وهذه من أسباب زوال النعمة، بل من أسباب زوال الدولة ولو كانت في الأصل مقدسة عند الله، لأن التهديد جاء صريحا لأهل مكة على مكانة مكة عند ربها في وقت النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أردنا أن نهلك قرية. قال ابن عاشور: هذا تهديد من الله لأهل مكة بطريقة التعريض، رد بالك، راهو إهلاككم ليس ببعيد. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أمرنا مترفيها، وفي قراءة سبعية أمرنا مترفيها، أي جعلنا مترفيها إيش؟ أمراء عليها. قرآن مش مشيخ عندي. أمرنا مترفيها، وفي قراءة أمرنا مترفيها، وهنا أمرنا مترفيها. المعنى الأول: أمرناهم أمرا كونيا قدريا لا أمرا شرعيا، لأن الله لا يأمر بالفسق. المعنى الثاني: أمرنا مترفيها ففسقوا بها، هذا على التقدير محذوف. ما معنى؟ يعني أمرناهم بالطاعة والعبادة والإنفاق وتحقيق العدالة الاجتماعية وإقامة العدل في الأرض وتوزيع الثروات التي حباهم الله إياها، كما قال سبحانه وتعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. لا، لكن هم لم ينفذوا ذلك، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. فليس الأمر بالفسق هنا، إنما هو أمر بما هو محذوف تقديره هذه الأمور. أمرناهم بالطاعة، أمرناهم بتقوى الله في هذه الأموال ففسقوا. كأن أقول أمرتك فعصيت. إذا قلت أمرتك فعصيت، هل معنى ذلك أنني أمرتك بالمعصية؟ لا، يعني أمرتك بشيء لكنك عصيت، هذا هو المعنى. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. القراءة الثانية، المعنى الثالث على القراءة الثانية: أمرنا مترفيها، لم يقل أغنياءها، كما قلت آنفا: الله لا يعتب عليك أنك غني، إذا أغناك الله عز وجل فهذا فضل الله عليك، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يعتب عليك أن تكون مترفا، أن تكون مترفا. المترف هو الذي بلغ في الغنى حدا فاحشا حتى أعماه المال، فصارت تصرفاته لا تمت إلى الشرع بصلة، في سبيل المال يقتل ولو كان قريبا، في سبيل المال يسجن ولو كان قريبا، في سبيل المال يهدك العرض، في سبيل المال يقارع الفواحش،
في سبيل المال يشبع كل نزواته ورغباته وشهواته ولو كانت على حساب الشرع. هذا هو المترف. شفتوا الآن المترف؟ قد نجد غنيا معافا من هذا الداء. هذا لا يعتب الله عليه، بل بالعكس، نعم الرجل، نعم المال الصالح عند الرجل الصالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم المال الصالح عند الرجل الصالح. أما الترف شيء آخر، أمرنا مترفيها أو أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. لهذا أكثر المفسرين حينما يمرون على دمار الأمم التي تقدمت وسبقت ومضت وسلفت يقولون هو تهديد لأهل مكة بطريقة التعريض. كانوا يقول أن يصيبكم ما أصابه، ردوا بال. شوفوا لما دمر الله عز وجل قوم لوط ماذا قال؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. رأي ما زال موجود من هذه أنواع من العذاب عند الله. لله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. فالله ينادي على المؤمنين، وإذا نادى الله على المؤمنين وجاء بعد هذا النداء أمر أو نهي فاعلم أن الالتزام به فعلا أو تركا إن كان نهيا من مقتضيات الإيمان، من مقتضيات الإيمان. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، وقف عند مما رزقناكم. هذا يسلب من صدور الناس وقلوبهم الإحساس بالاستقلالية في العطاء وأنه ليس من عندك. وهذا يوجه إلى كل فرد منا أن ما يسوقه الله إليك من رزق إذا دخل جيبك أو يدك قل هذا من عطاء الله، أنا مستخلف فيه. مهما تعبت ومهما تاجرت ومهما سافرت ومهما عانيت كل ذلك من الأسباب، من الأسباب التي اتخذتها قد توجد مؤثراتها وقد تنتفي وتتخلف. فكم من إنسان يشقى ليل نهارا لكنه قليل ذات اليد، موجود أناس يتعبون من فجر النهار إلى آخره لكنهم مساكين، ها أرزاقهم ضيقة. وهناك من لا يرى تعبا ولا نصبا بل هو على كرسيه جالس، إما خلف شاشة الكمبيوتر ولا مع الهاتف يدير شؤونه والله عز وجل قد ساق إليه سيولا من الأموال. إذن هذا كله من التسبب. فمسبب الأسباب سبحانه وتعالى هو المتفرد بالعطاء، وأنت مجرد سبب فقط. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، أنفقوا مما رزقناكم. وهنا يأمر الله عز وجل بالإنفاق أمرا مطلقا. طبعا الأمر يفيد الإطلاق في علم الأصول، لم يبين هنا من ماذا ينفق، قال مما رزقناكم، من ما وما اسم موصول يفيد العموم إطلاق وعموم. من اللي أعطيناكم؟ من اللي أعطيتك أنفق، أنفقوا مما رزقناكم. هو الأصل في الأمر بالنفقة أنه عام لا شك أنه يتناول أخص المعاني فيه وهو الإنفاق من المال، وإلا فإن الإنفاق يمكن أن يكون من غير المال. فالعلم ينفق منه ولا لا ينفق؟ أجيبه، انتبه، لأن رزق الله تبارك وتعالى أنواع، فرزق الله لا ينحصر في المال فقط. المال رزق، والصحة رزق، والعلم رزق، والجاه والسلطان إذا مكنك الله عز وجل وبوأك مقعدا عاليا في المجتمع رزق ولا رزق؟ رزق من الله، رزق. فهذا الرزق والعطاء الرباني أمرك الله أن تنفق منه، لا تبخل به، لا تبخل به. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. من أين أخذنا الإطلاق والعموم؟ قلنا من دلالات الألفاظ. الآن قعدنا بالتقعيد الأصولي، أصول الفقه، الفعل يفيد الإطلاق، أنفقوا، دون تقييد. ما قال أنفقوا من مال، قال هنا أنفقوا، واضح؟
مما ما هذه اسم موصول تفيد العموم من كل أي من كل ما رزقناه. ورزق الله كثير ومتنوع لا حصر له، وبالتالي حصر الآية في أنها توجيه للمؤمنين بالإنفاق من المال فيه شيء من النظر. نقول نعم، المال من جملة ما ينفق منه، وكأنه يقول ترى ليس إلا المال فقط، أمرتم أن تنفقوا منه، لما عنده مالا ها؟ هناك أمر بأن ينفق مما أتاه من شيء آخر. فهذا الإنسان أعطاه الله مالا، هو مأمور أن ينفق من ماله، ولما أعطاه الله مالا؟ يعني هل الآية هذه، ترى بعض الناس يتعامل مع آيات الإنفاق في القرآن تعامل المادي البحت، يعتقد أنها موجهة للأغنياء فقط. صحيح أنها تتضمن هذا المعنى بالدرجة الأولى، لكن لا ينحصر المعنى هنا ولا يتوقف المعنى هنا. انتبهوا، صحيح أن الله تعالى أراد بهذه الآية وما شابهها في الأمر بالإنفاق في المرحلة المدنية أن يتحقق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، لأن المجتمع المسلم ينبغي، أنا أتكلم عنه في القرآن مش نتكلم عن الواقع، الذي يأتي فيعترض علي بالواقع أقول له الواقع ليس نموذجا لما في القرآن ولا للإسلام، فالإسلام والقرآن بريئان من واقعنا. صحيح أنا صحيح؟ أيوة، احنا تكلمنا عن الأخوة الإيمانية الأسبوع الماضي ها، وكل معانقة ودي يطبوا على بعضهم المشاكل، فهمت ولا؟ لكن لو أن أخاه وقعت له وعكة صحية أو قلة مادية لا يلتفت. أنواع أخرى، من عجز عن أن ينفق من نوع فإن الآية لا تزال تخاطبه، أنفق من نوع آخر. طيب، يمكن أن تسدي المعروف، إسداء المعروف بين النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من النماذج، مثلاً إفشاء السلام صدقة، الكلمة أشياء الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة هي كل ما يتعلق بذكر الله عز وجل أو يتعلق بالحق، الحق إقامة الحق في الأرض من الكلام الطيب الذي يحبه الله تعالى. أن تنشر تدوينة، اليوم احنا عهد التدوينات صح ولا فيسبوك وتويتر وأشياء تدوينات، هذه التدوينات التي تسعى من خلالها إلى صناعة الرأي، صناعة الرأي والتوجيه وكشف الزيف المغالطين سواء كانوا المنتسبين لهذا الشق أو لهذا الشق الآخر، هذا كله من الصدقات قطعا، لأنها تنفع الناس في عقولهم ووعيهم، والأمة تحتاج إلى وعي. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. الصحابة كيف تعاملوا معها؟ لم يكن أحد من الصحابة يرى نفسه أنه في حل منها وأنه لا غير مخاطر. ما تقول لي كلهم شوفوا قصة الرجل، أنا ترى كبرت في السن وعندي شوية تضيع للذاكرة، الذاكرة بدأت تضعف شوية. ذاك الرجل الذي تصدق بصدقة، أبو عقيل رضي الله عنه، حينما قام النبي صلى الله عليه وسلم يشجع على تجهيز جيش العسرة، الذي أتى بسر الطعام والذي أتى بالإبل والذي أتى، أبو عقيل هذا ما عنده شيء، المال ما في المال، ذهب يعمل عند رجل من الأنصار على صاع من تمر، صاع تمر على زوز كيلو تمر طيلة النهار، كم ثمن زوز كيلو تمر؟ يعمل طيلة النهار على صاع من تمر، فلما قضى عمله قبض أجرته وجاء بهذا الصاع من التمر ووضعه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي قدرت عليه، شفت، يرى أنه مخاطب بأنفق مما رزقناه، هذا الذي قدرت عليه، هذا جهد المقيم. قام بعض المنافقين يسخر، قال شو الجايب هذا، شو الناس الجايبة، شو هذا الجايب. وهذا كثير فينا، نحكم على النوايا ونصنف الناس ها، قالوا انظروا إلى فلان وإلى فلان، شوف هذا الله غني عن هذا، لا يستحي. فنزلت الآيات تدافع عن هذا الإنسان المخلص. قال الله جل وعلا يتوعد المنافقين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم
فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. القرآن يدافع، شفت؟ لأنهم استقلوا هذه النفقة، لكنها جهد المقل، جهد المقل، فجهد المقل عظيم عند الله. المرأة السوداء قصتها تعرفونها، ما عندها شيء تنفقه، شيء من الوقت، يعني زي بعض الإخوة الآن من كبار السن ما شاء الله، بعد ما يخرجوا الناس عندي ناس مرتاح. قلت كبار السن لأنه الشباب صعيب شوية بس تلقاهم صعيب، إلا ما رحم ربي، عانينا منهم. لا تفعل شيئا غير أنها تنتظر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلو من الناس، ثم تأتي فتقوم، تقوم يعني تكنس، تخرج كل ما يمكن أن يلوثه من أغصان شجر ومن جريد ومن، حتى ماتت وتعرفون القصة، صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. هذه هي نفقتها، نفقتها هذا الشيء من الوقت، فقد يكون الوقت نفقة، الصحة قد تكون أيضا نفقة. إذا لا توقف الأمر على المال. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، ورزق الله كثير ومتنوع، وما في واحد منا إلا هو يتقلب في أرزاق الله تبارك وتعالى. صحيح ولا؟ في إنسان مثلا ينفق من صوته، كيف من صوته؟ عنده صوت حسن وشجي، سخره في نصرة الحق، هذا شاعر. ولذلك شوف الإنفاق يتناول كل عمل يصل نفعه إلى الغير في كل مجالات الحياة، في المجال الأدبي أعطى الله عز وجل لحسان بن ثابت هذا الرزق، إيش هو؟ الشعر والقوافي، فأنفق منه. لم يكن حسان ينفق من مال لأنه ليس كثير المال، أنفق من شعره ونفع الله به. والشعر مادة أدبية ولا أجيبه؟ مادة أدبية. يجينا شاعر ما شاء الله مفوه، يلا صب جام غضبك على هؤلاء المفسدين الفاسدين، ينفعنا ولا ما ينفعنا؟ ينفعنا. يا بعض الناس يعتقد أنه لازم يكون شيخ باش ينفع الإسلام، قد ينفع الإسلام، ينتفع الإسلام بكثير من الخلق ولا ينتفع بالشيوخ، لا تدري، صحيح ولا؟ أزيدك أيضا، إنسان بارع في إيصال الرسائل النافعة عن طريق العمل الفني الدرامي الخاضع للضوابط الشرعية، ينفع ولا ما ينفع؟ أجيبه، ينفع قطعا، لأن هذه قدرة تحتاج إلى تصور وتكييف وتحضير وما إلى ذلك، قطعا ينتفع الناس بذلك إذا كان هذا العمل خاضعا للضوابط الشرعية والأدب المرعية، فهو بارع في هذا الشيء. ثم الله عز وجل قال أنفقوا مما رزقناكم، دون أن يبين الجهة المنفقة عليها، وجهات الإنفاق لا حصر لها لأن عدم ذكر المفعول يفيد العموم. فهنا أنفقوا مما رزقناكم لم يبين الجهة التي تنفق عليها، ما هي الجهة؟ أي جهة تنتفع بهذا النفع الذي توصله لها، وبالتالي لا ينحصر ذلك أيضا بين أفراد المسلمين فحسب، لأن المجتمع كما قلنا منذ قليل مجتمع إيش؟ مدني، فيه مسلمون مهاجرون وأنصار، وماذا فيه أيضا؟ فيه أيضا من أهل الكتاب، وفيه أيضا ممن لا يزال على وثنيته وجاهليته. فقوله أنفقوا مما رزقناكم كان ذلك يشمل غير المسلمين. ستقول يا ودي خلينا من التحريف، نقول ليس تحريفا. قالت أسماء بنت أبي بكر يا رسول الله إن أمي مشركة وقد قدمت علي وهي راغمة، ما إيش حب الإسلام، وفي لفظ وهي راغبة، راغبة فيما عندي، أعطيها من مالي؟ قال أعطيها من مالك. فأمرها أن تتصدق على أمها بغض النظر عن دينها وعن عقيدتها. طلحة أبو طلحة الأنصاري في قصة بيروحاء والقصة المشهورة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أحب مالي إلي بيروحاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا البستان، يستظل بظله ويشرب من مائه ويأكل من ثمره، وإني رأيت أن أجعلها لله ورسوله لأنه قد نزل عليك ما قد علمت، هذه أحب مالي إلي، لأن الله قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا منين؟ مما؟ قال لا أرى ذلك، بل اجعلها في بني العم والأقربين دون أن يذكر إسلامك.
وكل الآيات الموجودة في القرآن، كل الآيات الموجودة في القرآن لا تجد فيها آية قيدت جهة النفقة بالإسلام والإيمان، مستحيل. بل ذكرت إلا وصف المسكنة ووصف الفقر أو وصف اليتم. كلا بل لا تكرمون اليتيم دون أن يكون اليتيم المسلم، ولا تحضون على طعام المسكين ولم يكن اليتيم المسكين المسلم، وهكذا. لذلك الأحناف أصابوا في هذا الباب، وهو أوسع المذاهب في باب الزكاة وأقربها إلى موافقة الأدلة والأصول. فقالوا الزكاة تعطى لغير المسلم، والصدقة تعطى لغير المسلم بنية حسنة. طبعا المسلم يقدم على غيره، لكن إذا لم يجد إيش نقول؟ يعطي، يعطي ولا حرج، لا بأس بذلك ولا مانع من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى فعل الخير، كما دعا القرآن إلى ذلك أيضا بصيغة العموم، وفي كل كبد رطب صدقة، أو قال أجر عليه الصلاة والسلام، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. نفع، نفع. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. إن الآية تؤسس إلى معنى آخر غير التكافل الاجتماعي وأن يكون الإنسان نافعا تنتقل منفعته إلى غيره، وأن لا يكون عالة، عالة على المجتمع، أن يكون عالة على المجتمع ما ينفعش. فيه ناس لا نفع فيه، ما في منفعة، استهلاكي 100% استهلاكي، عالة حتى على والديه. والله خبزة ليش له موجود، ليش خبزة ما دخلش الدار، عالم. نسأل الله السلام عليكم. أنفقوا مما رزقناكم يغرس في نفوسنا الإيجابية وإيصال المنفعة، وأن لا يكون الإنسان عالة على الغير، لأن الإنسان إذا كان عالة على الغير فإنه يصير محل نقمة ومحل بغض عند الآخرين، صحيح ولا لا؟ ولهذا انظر ونحن نسمع الناس ماذا يقولون حينما يرون أولئك الذين صاروا عالة على المجتمع، فآثروا الجريمة وآثروا التسرب في عصابات الترويج والسرقة والنهب وما إلى ذلك. من بين ما نسمع من شكاوى الناس يقول لك هؤلاء الذين نعطي الضرائب لأجلهم، صحيح ولا صحيح؟ لأن هذه الضرائب هي كلها خراج، وفي الفقه الإسلامي في شيء اسمه الخراج، وهو الضريبة التي تضربها الدولة على من يربح المال لسد الحاجة العامة. خمال شنو؟ هذول اللي هم في الشماج وواليتهم ينفعون أو ينتفعون بقراءة أو ينفعون المجتمع في عمل خير بشيء، لا، هم يأكلون من مال الغير، لأن هذه الرساء والشماج والأشياء هذه من أين أخذوها؟ أخذوها من الخزينة العامة، من التريزور بيبليك، من بيت مال بقولش المسلمين الإنسانيين. إيه هذا هو بالمعنى هذا، وشو بيت مال المسلمين والتريزور بيبليك نفس الشيء. فتجمع هذه الأموال، يقتطع من أجرة فلان ومن أجرتك أنت ومن أجرتك أنت، أنت تتعب وتكدح ويجي هذا الإنسان، هذا الإنسان ليكون عالة على الغير ولا يكتفي بذلك، حتى يسعى في الأرض فساد بالنهب والسلب والسطو وترويج المخدرات وارتكاب الجرائم، صحيح ولا مصير؟ إذا أين نحن من هذه التعاليم السماوية؟ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. الله يعلمنا أن نكون إيجابيين وأن تكون منافعنا تتعدى إلى الغير، وهو من عناوين الإيمان ومقتضياته، لأنه ربطه بالإيمان. فالمؤمن الأصل أنه ينفع غيره، أي نوع من أنواع النفع، حتى أن تدل، جاء في الحديث أن ترشده إلى طريقه، أن ترشده إلى الطريق الصحيح، نفع، نفع. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فانظر كيف ربط بين هذا الأمر بهذا الخبر المحقق. فهذا النفع إنما ينبغي أن يكون ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى قبل فوات الأوان، لأن قوله من قبل أن يأتي يوم، يعني قبل أن يأتي هذا اليوم. ما هو اليوم؟ اليوم هو يوم القيامة، وإن كان بعض المفسرين قال يوم الوفاة، لأن من مات فقد قامت قيامته، لكنه أعم، من قبل أن يأتي يوم. فهنا
الآية تؤسس لهذا المعنى، وهو أن عمل المؤمن مرتبط بابتغاء وجه الله في الآخرة، وأن تكون حياته ممتدة في بعدها النظر إلى الآخرة، وأن الحياة لا تتوقف بموته فيها. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، أنفقوا مما رزقناكم. وتخصيص هذا الرزق أو ذكر هذا الرزق بهذه الصيغة يدل على أن رزق الغير لا ينفق منه، فلم يقل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من رزق أو من رزق بعضكم بعض، قال مما إليه. ليش؟ يعني كلها مكياج، كلها مسحيق، هذا بنسميه المسحوق الديني. ترى ما فيه مكياج بتاع النساء وكان مكياج آخر جديد، هذا المكياج الجديد هو المسحيق الدينية. عرفت المسحيق الدينية؟ الله يعافينا. طيب، إذا أنفقوا مما رزقناكم، صحيح أن الأمر يتوجه بالدرجة الأولى إلى الأغنياء أو إلى ذوي الجدة الذين أعطاهم الله عز وجل رزق المال ليحقق التكافل الاجتماعي الإسلامي في المجتمع، لأن المجتمع المسلم كما قلت ينبغي وسطر تحت سطرين بالأحمر ينبغي، لأنه لو قلت أن المجتمع المسلم مجتمع نموذج يضحك عليه غير المسلم، صحيح ولا لا؟ يضحك عليه، يقول لي سيقول لي طيب أنتم تركتم هذا الواجب وإحنا قمنا به في جمعيات خيرية أخرى، صحيح ولا لا؟ إذا قلت ينبغي أن يكون مجتمعا نموذجيا يعطف فيه الغني على الفقير، ويرحم فيه القوي الضعيف، ويكسب فيه الواجد المعدوم، هذا هو الأصل. الأصل أن المجتمع المسلم مجتمع يتكافل فيما بينه ويتضامن فيما بينه كالجسد الواحد. لا يعرف المجتمع المسلم نفسي، ولا يعرف المجتمع المسلم ذاتي، ولا يعرف المجتمع المسلم مصلحتي. هذه لا يعرفها المجتمع المسلم في الأصل، المجتمع المسلم النموذجي أبدا، لأنه جسد واحد وكنا فعلا جسدا واحدا. أنا لا أتكلم عن شيء مستحيل، بل حصل ذلك في قرون ماضية. نعم، في قرون ماضية حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، كنا جسدا واحدا، كان المسلمون يتألم بعضهم لبعض. نعم، والحمد لله التاريخ يشهد بهذا، يشهد التاريخ بهذا، بل غير المسلمين شهدوا بذلك وكان سببا في دخولهم للإسلام. لكن اليوم شيء آخر، هذا جسد متفكك اليوم، تفككت أعضاؤه وأجساده وأجزاؤه إلا من رحم الله تبارك وتعالى. لكن الآية تتناول كما قلت الإنفاق من أي رزق أعطاك الله تعالى، فليست خاصة بالأغنياء، فأنت لست غنيا وليس لك مال، لكن عندك علم، والعلم كذلك كما قلت بالمفهوم الشمولي، نرجع مسألة العلم، راه ماهوش علم الكتاب والسنة، راه أي نص في الكتاب والسنة يشيد بالعلم راه لا يخص علم الكتاب والسنة، من قال ذلك فقد جنى على القرآن والسنة، من قال ذلك فقد جنى على الكتاب والسنة. العلم الذي ذكر في الكتاب والسنة وذكر فضله وأشيد به هو كل علم نافع تصلح به الأبدان والأديان، كل علم نافع. إذا مات الإنسان انقطع عمله ليش؟ من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، فهي نكرة في سياق الشرط وفي الإطلاق، علم ينتفع به، أي علم ينتفع به؟ والعلوم كثيرة لا تنحصر في علوم الدين، أنتم ولا كل علم نافع. إذا أعطاك الله تعالى علما في الطب، في التقنية، في الاتصالات والمواصلات، في علم الزراعة، في علوم التربية، في علوم النفس، في علوم الشرع، أنفق، لأن الآية تخاطبك. إذن الآية تؤسس إلى شيء آخر. تؤسس إلى ماذا الآية؟ لا تؤسس فقط إلى التكافل الاجتماعي مادة ومالا، لا، تؤسس إلى الإيجابية،
تؤسس إلى الإيجابية بالمفهوم التربوي العصري. ما معنى إلى الإيجابية؟ إلى أن يكون المسلم إيجابيا في الحياة ينفع غيره. شفت كلا قالك لما لقيته يوما في المطار وكان عمره أكثر من 70 سنة وباله رتريتي هو متقاعد. الرجل هذا كنت في محادثة معه مدردشة. أنا ما عندي عقدة مع الآخر، أتحدث مع الناس جميعا. بعض الناس ما يتحدث مع المسلم بس، الآخر ما يتحدث معه ويسلم عليه ولا يستعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. فالرجل عنده انخراط في 7 جمعيات. 7 جمعيات. جمعية تنشغل بالإيكولوجي والبيئة والسلامي، جمعية مكافحة السرطان عند الأطفال، أشياء من هذا القبيل، كلها جمعيات خيرية وبعضها ثقافية. قلت له على أنت الآن عملت عمرك كله، والآن أنا الأوان أن تستريح. أنا الأوان أن تستريح. لماذا كل هذا الانشغال والبحث عن أن تكون مشغولا دائما؟ أجابني بجملة فكرت فيها بعد. إيش يقول لي؟ يقول لي أريد أن أكون نافعا لمجتمعي. Je veux être utile pour la société. شفت المفهوم الآن؟ أنفقوا مما رزقناكم. الله عز وجل يريد أن يغرس فينا ما يسمى بالإيجابية، يعني أن تكون إيجابيا، ليس بالنظرة والتصور والطعم، يعني متفائلا، يعني أن تكون إيجابيا يتعدى نفعك إلى غيرك. ما تكونش كشجرة الخروع. تعرف شجرة الخروع؟ أربعة أكبر السن، أربعة شخصية. يشرب الماء ولا ينتفع منه. لماذا شبهك النبي صلى الله عليه وسلم أيها المسلم بالنخلة؟ ألم يقل إن في شجر البوادي أو شجر الناس شجرة تشبه المسلم؟ حديث ابن عمر مشهور، صحيح البخاري وموطأ مالك، صحيح مسلم، صحيح ولا؟ وذكر الناس الشجر، قال ابن عمر فوقع في نفسي أنها إيش؟ النخلة. شفت؟ هذا التشبيه بالنخلة هو في هذا المعنى، أن يكون الإنسان شجرة مثمرة تثمر وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. يرميها الناس بالحجر فتسقط عليهم الثمر. يرميها الناس بالحجر فتسقط عليهم الثمر. لو لم يكن فيها ثمر انتفع الناس بظلها. الله أكبر. المسلم ينبغي أن يكون مصدر نفع للغير، ينفع. وبهذا صح مفهوم الإسلام، وأنه ليس مجرد مظهر للمسائل. هذه خاصة بك، تمظهر بما شئت، ليس هذا هو الشيء. يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أحب الناس إلى الله. أحب الناس إلى الله، لم يذكر مظهر، قال أنفعهم للناس. أنفعهم للناس. الله العظيم حملنا المسؤولية هذه. أنفقوا مما رزقناكم. ما عندك مال، طيب عندك رزق آخر أعطاك الله عز وجل إياه، عندك علم، أي نوع من أنواع العلوم أنفقه. أعلم الناس، أعلم الناس ما علمك الله سبحانه وتعالى. اللغات علم ولا مش علم؟ أجيبه. كم من الناس عنده ما شاء الله باع في اللغات وعنده وقت فاضي كثير، ضايع الوقت، لا يريد أن يجود بهذا العلم على خلق الله عز وجل لينتفع به في الحياة. كم من إنسان علمه الله تبارك وتعالى وعنده من الوقت الضائع شيء كثير، وربما يكون أستاذا أو مجازا في بعض العلوم، لا ينفق من هذا العلم مثلا في إعانة الطلاب والتلاميذ وما إلى ذلك، من إقامة الدروس الخصوصية وما شابه هذا. أنفقوا مما رزقناكم. أنفقوا مما رزقناكم. هنا انتبهوا أيها الإخوة، إذا تبادر إلى أذهاننا أن الله يأمر بالصدقة، لأنه يعني أنفقوا مما رزقناكم، على طول أذهاننا ستمشي إلى إيش؟ إلى الصدقة. الصدقة أيضا عندنا معها إشكال كبير في مسألة الضيق في المفهوم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم غرس المفهوم الشمولي للصدقة حتى اعتبر إماطة الأذى عن الطريق إيش؟ واعتبر أيضا الابتسامة في وجه المسلم إيش؟ صدقة. قال تبسمك في وجه أخيك صدقة. تدري أن الحافظ بن رجب الحنبلي في شرحه للـ50 حديث
في جوامع الكلم شرح 50 حديثا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب النافع العظيم ايش اسمه كتاب جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، وهو جمع أخذ الأربعين النووية وزاد لها 10 قريب. في قوله صلى الله عليه وسلم بحديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. ابن رجب قال: ومن حصر، وهو قول النووي، من حصر الأخوة في الإيمان فقد أخطأ، فإن الأخوة هنا أعم من أخوة الإيمان، بل هي أخوة الإنسان للإنسان. وعلى هذا تبسمك في وجه أخيك لا يخص المسلم، حتى غير المسلم أن تتبسم في وجهه ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى تثاب على ذلك. سيقول البعض: هذا من إعطاء الدنية في الدين ومن التملق والنفاق والتزلف. نقول له: هل اطلعت على قلوب الخلق؟ لعله ابتسم في وجهه يريد أن يزيل الوحشة عن قلبه تجاه المسلمين، لعله بهذه الابتسامة يريد أن يستشرح صدره لنداء الحق ونداء الإيمان. وما الذي أدراك؟ ألم يتبسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يتبسم النبي صلى الله عليه وسلم في وجوه أناس كانت ابتسامته في وجوههم سببا لشرح صدوره؟ عمرو بن العاص وخالد بن الوليد عظيمان من عظماء الإسلام، رغم أنه صلى الله عليه وسلم كان بينه وبينهما تاريخ ومواجهات وصراعات كذا ولا بلغت حد إسالة الدماء، صحيح ولا؟ خالد بن الوليد لما أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه وكان يتمنى أن يسلم، وخالد رد المسألة إلى العقل في قصة إسلامه. المهم أنه أقبل على رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما أسقط هذه العقوبة عنه، لكنه لما قدم عليه كان مترددا خائف من موقف كذا، لأن الإنسان الذي لا يعرفك يستوحش منك، خاصة وهو يسمع عنك إلا السلبي، فهمت ولا؟ فما يسمع، ما يطرق سمعه عنك وعن أمثالك من هؤلاء الطيبين يسمعون عنكم السوء، فهذا السوء عبارة عن موجة، موجة قد غمرت عقله وكيانه وذهنه حتى سيطر، فهو عنده حكم مسبق، فأنت تأتي فتكسر هذه الموجة بابتسامة فقط، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أقبل خالد قال: فتبسم في وجهه فشرح الله صدري للإسلام. خلاص، ما عندك فلوس، ما عندك علم، ما عندك جاه، ما عندك سلطان، اتبسم يا سيدي، اتبسم، اتبسم راهو بلاش، راهو سيجرات. ليش مكشف علينا هيك ومقمط هيك؟ يعني بعض الناس عندهم، بعض الشباب يقول لك اذا قطبت في وجه بعض الناس كانه الان يدافع عن مبدا او عن الاسلام او ما ادري ايش هي هذه الفلسفه، وهي كلها نزعات نفسيه، هذا تأزم نفسي، نسال الله السلامه والعافيه. اخوتي في الله، مما يعتمده العلماء في الاستنباط ما يسمى بمفهوم المخالفه في دلالة النصوص. اقرأ قوله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن إيش؟ لتشقى. اقلب المعنى. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ضدها أنزلنا عليك القرآن إيش؟ ضد الشقاء شنو؟ أحسن. أنزلنا عليك القرآن لماذا؟ لتسعد. أنت كيف تريد أن تقنع غيرك بهذا الإسلام وهو يرى الشقاء في وجهك؟ يرى الشقاء في وجهك والعبوسة والكآبة والحزن والهم والغم، يقول لك: يا أخوي سامحني ارحمني، أنا خليني فيما أنا فيه، أنا أريد أن أعيش، أريد أن أفرح، أريد أن أفحل، أريد أن أبتهج. وبعد يعتقد هذا الإنسان في تصرفاته وسلوكياته من الانقباض والانكماش والعبوسة الدائمة، يعتقد أنه يدافع عن الإسلام وأنه متمسك بالإسلام، وخايف، خايف أن يبتسم فيزول الإيمان من قلبه. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا خطير. إذا أنفقوا مما رزقناكم، من الرزق أيضا الوجه والثغر، كل ما أعطاك الله عز وجل أنفق منه ابتغاء وجه الله، أنفقوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه
أخيك صدقة. إذا لا تتخصص الآية أو لا تخصص نوعا من الأرزاق دون أرزقناكم أنتم، فمما رزقناكم تقتضي تخصيص هذا الرزق الذي يجيز التصرف فيه. وبالتالي إذا لم يكن هذا الرزق ملكا لك فلا يحق لك أن تنفق منه لأنه ليس ملكا لك. ولهذا الإمام القرافي رحمه الله صاحب كتاب الفروق أفتى، وهو مالكي المذهب في الأندلس، أفتى بأن عطيات السلاطين في زمانه لا تصح، لا تصح أبدا، لأنهم لا ينفقون من أموالهم. فهمت؟ اليوم تتجلى هذه الصورة في سلوكيات بعض المترفين خاصة في زماننا وساعاتنا الأخيرة، يتجلى ذلك بوضوح حينما يعتقد أن بعض المترفين من العرب ها هو يفعل الخير وينفق ويسد الحاجات. سؤال: هل هذا ماله الخاص أم أخذه بطرق أخرى؟ هل هو مال حلال 100% أم أنه مختلط حلال وحرام؟ هذا هو السؤال، لأننا الذي نخشاه أن يكون هذا المال ملكا أو كثيرا منه ملكا للمجموعة الوطنية كلها، وبالتالي يكون شأنه كشأن الذي يسرق من شخص ثم بعد ذلك يتصدق عليه، يسرق من جيب شخص ثم بعد ذلك يتصدق عليه ليقال ما شاء الله على الكرم. فهمنا الآن؟ فالله تبارك وتعالى يقول أنفقوا مما رزقناكم، ما ليس رزقا لك لا يجوز لك أن تنفق منه، لأن الإنفاق منه نوع تصرف، والتصرف بالهبة أو العطية أو الهدية أو الصدقة أو الزكاة فرع عن الملك، فما لا تملكه لا تنفقه. فهمت الآن؟ بل إن بعض الناس يعتقد أنه إذا أنفق مما لا يملكه هذه النفقة ستحل بقية المال. لا، لن تجعله حلالا. إذا اكتسبته بطرق ملتوية باختلاسات وتزويرات وفساد مالي، أو يكون المال مجموع، الأصل أنه ملك للمجموعة الوطنية كالثروة العامة التي ينبغي أن يشترك في استحقاقها كل المسلمين، فيستأثر بها البعض دون البعض، فحينئذ لا يكون مالا حلالا في النفقة أبدا، بل أنت ترد عليهم حقوقهم. ولذا لما قام عمر بن الخطاب، ترى نكلم بالدليل بفضل الله، قام يقسم بيت المال على المسلمين، جاء شخص قال خذ هذا خذ هذا خذ هذا، فجاء شخص فقال لعمر جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين، قال ولم تقول جزاك الله خيرا، لما تشكرني، إنما هو حقك، هو حقك، هذا حقك قد رجع إليك، لأن الله يقول كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فالعوائد هذه عوائد الثروات في أي بلاد كانت، الأصل أنها ملك شرعا للمجموعة كلها، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل شرعا. وبعد ذلك نأتي فنتساءل عن أسباب الفقر والبطالة والتهميش، مستحيل. فالله يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، وربط هذا الفعل بالآخرة، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. فنفى ثلاثة أمور في يوم القيامة: البيع، يعني أنفق الآن قبل أن لا يكون لك بيع في الآخرة. اليوم عندك بيع أسهم، وعندك بيع عقارات، وعندك تجارات وصفقات ربحت فيها الأموال، غدا لا يكون ذلك أبدا، لأن اليوم يوم القيامة يجرد الإنسان فيه من كل شيء، فلا يستطيع أن يبيع ولا أن يشتري، إنما ذهبت الدنيا بما فيها، ذهب بيعه وذهب شراءه، وين العقارات؟ وين الأسهم؟ وين فندق جورج سانك؟ وين 46% من ديزني؟ وين كذا وكذا وكذا؟ وين؟ راح كله ذهب، لأن ذلك اليوم لا بيع فيه، لا بيع فيه ولا خلة. ما هي الخلة؟ قال لك الخلة هي الصحبة والصداقة، المعارف، عرفت ولا؟ منها أيضا إيش؟ لبستون، الكتاف. قال لك هذا اليوم ما فيه، وصايد، لا صديق
ولا خليل ولا حبيب ولا صاحب، لأن الناس يوم القيامة جميعا قد رفعوا شعار نفسي نفسي. الملائكة التي ما عصت ربها طرفة عين إذا رأت النار سجدت وقالت سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. الرسل في الشفاعة يعتذرون جميعا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها النار. الأم تفر من ولدها والأب يفر من ولده، يوم يفر المرء من إيه؟ من أبيه وأمه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، صاحبته زوجته وبنيه يفر منه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. انتهى الأمر. لحق الناس يوم القيامة من الهول والفزع والروع ما أنساهم أنهم عراة، لأنهم واقفون الآن في صعيد المحشر لا ثياب لهم. يحشر الناس يوم القيامة، هذا حديث، يحشر الناس يوم القيامة حفاة لا أحذية، عراة بلا ملابس، غرلا الرجال بلا ختان، الجلد التي قطعت فصغر ترجع، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين، حفاة عراة غرلا. قالت عائشة يا رسول الله حفاة عراة غرلا الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال يا عائشة إن الأمر أهب. قال قال يا عائشة إن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وقرأ قوله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، بمعنى أن الهول الذي يبلغ به يوم القيامة أن الناس لا ينشغل بالنظر، أن الناس لا ينشغلون بأن ينظر بعضهم إلى عورة بعض رغم أنهم عراة في ازدحام شديد، لأن النار هنا. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، تزفر جهنم زفرة فلا يبقى ملك إلا خر ساجدا، ولا يبقى نبي إلا خر ساجدا وهم يقولون اللهم سلم سلم. يؤتى بها تتلظى تتميز من الغيظ، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، ليقال هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. وحينئذ يصيح الصائح بماله ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطاني، ذهبت الثروة. وين الأموال؟ أين الأموال المهربة في البنوك السويسرية والبنوك الأمريكية؟ راحت، مشات التريليونات، تكلموا عن التريليون اليوم، ما عادش بالملياردير، ملياردير ولا ديمودي، عرف ولا عشنا فترة المليونير وبعد جاتنا الملياردير وجانا توش التريو، والله مش عارف صيغة عندها، التريليون، التريليون شيء آخر، تريولي، تريو، لينير هكا، مش عارف، أي، هل تحتاج تكتبها وتقرأها من الورقة؟ اللهم عافنا يا رب. إخوتي في الله، يقول تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة. شوف كما قال سبحانه فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، لأن يوم القيامة تتقطع فيه كل العلاقات. ترى بعض الناس اليوم لا يقدر عليه، صحيح في فترة من الفترات باش نضمنك قل لك فلان شكون يقدر عليه هذا، علاقاته سيد واصل علاقات دولية، يقول لك لا جندار اللي عنده ما عند حتى حد، ليش؟ يعرف الخارجية مثلا بلاد فلانية وكذا، علاقات كبيرة جدا يصعب. لكن سبحان الله شوف كيف تدور عجلة التاريخ، شوف هذه الأحداث والمتلاحقات والمتغيرات التي نعيشها بهذه السرعة، سرعان ما يسقطهم الله رب العالمين. هذه في الدنيا، خالد ابن برمك، خالد ابن برمك ابن الملك البرمكي دعا
الدولة البرمكية التي سامت المسلمين سوء العذاب، وكان عندهم من الترف والبذخ والفساد ما الله به عليم، ولا يعد عشر ما عليه أثرياء كثير من المسلمين اليوم مع الأسف. لما وجد نفسه في زنزانة مع أبيه يرصف في الأغلام في زنزانة مكبب بالحديد، قال يا أبتي أين نحن وأين كنا؟ قال يا بني دعوة المظلوم غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. أي نعم، دعوة المظلوم غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها، وما ربك بظلام للعبيد. فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية، ولا يحسبن الذين ظلموا ها، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فالله جل وعلا من صفاته أنه عليم محيط بكل شيء، لا تعتريه الغفلة. إذن من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خل الخل الصدق، تقول إذا كان القريب يتبرأ من قريبه فما ظنك بالبعيد؟ قل لي صاحبي، لبعض الناس يكرر على صاحب اليوم، قل لهم والله عندي صاحب، وهذا الصاحب ساحر لا يسحبه إلا إلى شر، لا يدله إلا على منكر، لا يعينه إلا على معصية. وقل لك إيش صاحبي وأفديه بنفسي، هذا ليس بصاحب، هذا عدو في الحقيقة. الصاحب الذي يدلك على معصية الله ويعينك عليها ليس بصاحب، بل هو عدو لدود. يقول تعالى فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فإذا نفخ بالصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الأنساب أقارب، العلاقات النسب، علاقات النسب، الأخ مع أخيه والابن مع أبيه والأم مع أولادها، لا أنساب، انتهى، انقطعت الأنساب. لماذا انقطعت الأنساب؟ الكل منشغل بخاصة نفسه. شفت هذه الزوجة التي تعاشرها وهذا الابن الذي تحاضنه وأنت في أسرتك الصغيرة، يوم القيامة سيفرق بينكم، هوله سيفرق بين أفراد الأسرة. لا تقول لي عائلة ولا تقول لي أسرة، انتهى، بل هي كل نفس بما كسبت رهينة. اليوم تتحمل مسؤولية نفسك. إذا يقول تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة، خلة الصدقة، الخلة من الخليل وهو الصديق الحبيب. ولا شوف وما قال من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا صحبة، قال خلة، ولا قال مثلا صداقة، قال خلة، قال لأن الخلة هي أعلى درجات المحبة. يعني حتى لو كان صاحبك موت تموت فيه لا صحبة يوم القيامة، حتى ولو كنت قد فديته بنفسك لن تفديه يوم القيامة بنفسك من النار. ربما فديته في الدنيا بحياتك لكن لن تفديه يوم القيامة. ترى بعض الأصحاب ربما تبلغ الصحبة بينهما يعطيه كلوة، يقول لك صاحب نعطيه ونموت لأجله، موجود هذا. وناس صدقوا في صدقتهم وصحبتهم، هذا في الدنيا، في الآخرة لن يكون الأمر كذلك. لماذا؟ لأنها النار، باختصار لأنها النار قد حضرت. ولهذا يقول جل وعلا ولا خلة، انتبه لكلمة خلة، أعلى درجات المحبة. فإذا كانت أعلى درجات المحبة منتفي يوم القيامة، فما دون هذه الدرجة من باب أولى. لا تقول لي صاحب ولا تقول لي جار ولا تقول لي يخدم معايا في الخدمة، هذه كلها علاقات زائلة ولا شفاعة، لا أحد يشفع إلا بإذن الله عز وجل. فالشفاعة لا تكون يوم القيامة إلا بإذنه، وهذا شرطها الأول، ثم برضاه سبحانه وتعالى عن الشافع، ثم برضاه عن المشفوع فيه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فلا شفاعة. اليوم في شفاعة تشفع لشخص في جلب منفعة ودفع مضرة، الناس يشفع بعضهم لبعض، ولا شك أن الشفاعة إذا لم تكن في الحدود وإذا لم تكن في القضايا المهمة ولم تكن في إسقاط حقوق الخلق لا بأس بها، اشفع وتؤجر، لكن يوم القيامة لا شفاعة. يقول تبارك وتعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه
ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. وهنا الكافرون بنوعي الكفر، كفر الملة وكفر النعمة، كفر الملة وكفر النعمة، والكافرون هم الظالمون. فهذه الآية إخوتي في الله لا زالت تتضمن أكثر من هذا المعنى، لكن قد ضاق الوقت علينا وعليكم. قد أسس لكل هذه المعاني الجليلة التي سبقت من التضامن والتكافل الاجتماعي أن يتسع مفهومنا لمفهوم الرزق أو معنى الرزق والعطاء، الإيجابية، أن يكون الإنسان إيجابيا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، أن يحذر الإنسان من التسلط على مال غيره ولو تظاهر بأنه ينفق منه، لأن النفقة من شرط صحتها أن تكون ملكا لصاحبها. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم، أيضا توجيه للإخلاص والاستعداد ليوم القيامة بهذه النفقات وبهذه العطيات وبهذه المنافع التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فرب منفعة قليلة تراها قليلة، لكن الله جل وعلا قد عظمها. وتعرفون قصة المرأة التي دخلت النار في هرة لأنها حبست عنها المنفعة حتى ماتت، وامرأة أخرى سقت كلبا يأكل الثرى من العطش رغم أنها زانية، أوصلت المنفعة إليه فغفر الله عز وجل لها بذلك. هذه صوامة القوامة دخلت الجحيم، وهذه فاجرة دخلت النعيم. الفرق هذه منعت المنفعة والأخرى أوصلت المنفعة. ولهذا كثيرا ما يقرن الله سبحانه وتعالى بين الإيمان بيوم الدين يوم القيامة وإيصال المنافع للغير. انتبهوا، إيصال المنافع للغير كثيرا ما يقترن بإيش؟ بالإيمان بالله واليوم الآخر. ما نعلم خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. أرأيت الذي يكذب بالدين يوم القيامة؟ فذلك هو الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم يدفعه ولا يحض على طعام المسكين، فهو ضيع حق الله وضيع حقوق العباد. لأن من آمن بالله واليوم الآخر ينبغي أن يفجر الإيمان بالله واليوم الآخر في نفوسنا كل ينابيع الخير، كل ينابيع الخير. ينبغي أن يكون المؤمن أرحم الناس وأشفق الناس وأحنى الناس على الناس. هذا هو صفات الإيمان وهذه صفات المؤمن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أهل الكتاب. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.